السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. حبايبي، شايفين الشال القمر ده؟ شال حلو قوي، بصوا الغرزة بتاعته منتهى الجمال، سهلة جدا وبسيطة برضو. بتشوفيها تحس ان هي صعبة؟ لا مش صعبة خالص. شال مثلث، بيبدأ بالقاعدة، ها بيبدأ بقاعدته من اول هنا البداية وبيطلع بالشكل ده. شايفين الغرزة مقسمة وباينة ازاي؟ شايفين ادي شكله الغرزة بتاعته، في البلوز بتاعها واضح معايا. الشال سهل جدا وبسيط، وخطوات مع بعض هنقدر نعملها. الجمال ده تقدري تعمليه بمنتهى البساطة وسهولة وسريع جدا، وهتقدري تعمليه اشفش تدوت مفيش كام يوم، وتقدري تعمليه بمنتهى السهولة، لان انا بكبر عن كده طبعا. الشالات الكبيرة بتبقى محتاجة من بدايتها من يعني اقل حاجة 4 شالات وطالع، على حسب الطول اللي انت عايزاه. تمام، هنبدأ مع بعض خطوات عمل الشال القمر ده. طبعا ممكن يبقى سكارف برضو، بس هو عشان غرزته مقفولة شوية فانا بحبز ان هو يكون شال اكتر منه سكارف. تمام، والخيط هنا قطن، بس انا هعمل الفيديو بخيط صوف عشان نبقى انت كده شفتي الشكل بالصوف والايه والقطن. تمام، هشيله وهبدأ معاكم. هنبدأ مع بعض ب7 سلاسل وابر رقم 3 2 3 4 5 6 7 وبنقفل في اول غرزة معانا، بطلع بيها بالشكل ده، والخيط هيجي الناحية التانية عشان ناخده معانا واحنا بنقفل الغرز. تمام، بس لحظة واحدة اثبته معايا بالشكل ده. بعدين هقفل 1 2 3 4 5 6 واخد الخيط وبدخل اعمل عمود، 2 عمود سلاسل، 1 2 3 وفي نفس المكان برضو هعمل 4 عمود تاني، 1 2 3 4 والسلسلة، وباخد الخيط على 2 وبدخل تاني في نفس المكان وبعمل عمود بلفتين زي ما انتوا شايفين، خط مستقيم بالشكل ده في اول الشغل بتاعنا. بطلع انا بعد كده بسلاسل، 1 2 3 4 5 وبلف الخيط في الغرزة دي، بدخل فيها واعمل عمود و2 عمود، وبعدين باخد سلسلة وباخد الخيط وبسيب العمود الاولاني، والعمود التاني باخده كده بريد امامي لقدام. تمام، باخد كمان اللي وراه اشتغلهم اللي هما الاتنين اللي في النص، وبعدين بعمل سلسلة وباجي هنا في النص، هنا في الجزء اللي في النص اللي هو 3 سلاسل بعمل 2 عمود، 1 2 وبعدين بخش 1 2 3 4 5 سلاسل وبدخل في نفس المكان واعمل 2 عمود،
سلسلة، باخد الخيط وبدخل على العمود اللي في النص هنا، بعمل بريد أمامي عمود بالشكل ده، بشتغله من قدام. بعدين سلسلة، باخد الخيط وبدخل في الفراغ اللي هنا اللي عملته، وبعمل اتنين عمود. وبعدين سلسلة وباخد الخيط على اتنين وبدخل في نفس المكان واعمل عمود بلفتين. ادي الغرزة بتاعتي، شايفينها اهي من ورا، كمان البروز بتاعنا هنا واضح زي ما انتوا شايفين اهو، تمام. دي الخطوة التانية بتاعتي للمثلث. طبعا شايفين الخط المستقيم بتاعه عامل ازاي. بعد كده بطلع بالسلاسل، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة، وبلف الخيط بالشكل ده، وباجي هنا بعمل غرزة حشو، واحد اتنين تلاتة، وباجي في الفراغ هنا السلسلة بعمل غرزة حشو، واحد اتنين تلاتة، غرزة حشو في السلسلة، واحد اتنين تلاتة، غرزة حشو في السلاسل اللي في النص دي. وبعدين واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة، غرزة حشو تاني في نفس المكان هنا، الخمس سلاسل، واحد اتنين تلاتة، غرزة حشو في السلسلة، غرزة حشو، بعدين واحد اتنين تلاتة في هنا في اخر حاجة غرزة حشو، بعدين تلاتة تاني العمود على اتنين وندخله في نفس المكان هنا، ونعمل عمود بلفتين. ادي الشكل بتاعي بيلتبس طبعا الشال على الناحيتين زي ما احنا شايفين اهو. بصوا دايما الكروشيه بتاعنا ونضافة الكروشيه بتلبس على ناحيتين، دي رسمة بينها معاكي ودي رسمة تانية، تمام. الخطوة التانية معايا هطلع بسلاسل، وعدد سلاسل عبارة عن ستة، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة، باخد الخيط وبلف الشغل، والجزء هنا الفراغ بعمل عمود، وبعدين اتنين سلسلة وباخد الخيط. ركز في الخطوة دي عشان مهمة، بدخل هنا كمان ادخل اعمل عمود بس من شيء بيكمل والحلقتين كده، وباخد خيط تاني حلقة تالتة، وبدخل الناحية التانية التلات سلاسل واعمل عمود برضو، واقفلهم كلهم بمنزلق، واطلع واحد اتنين سلسلة، باخد الخيط وادخل في نفس المكان هنا واعمل العمود مكملش، ادخل في المكان التاني اللي وراه واعمل واحد تاني وما نكملوش، لا انا اخدهم مع بعض، واحد اتنين، بدخل في نفس المكان وفي اللي ورا كمان بعمل بالشكل ده، اتنين، بدخل في نفس المكان هنا وفي المكان التاني هنا اللي هو في النص، وبعمل بالشكل ده، تمام. بطلع واحد اتنين وباخد الخيط وبدخل هنا في نفس المكان اللي هو في النص، وبعمل عمود، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة، وبدخل في نفس المكان واحد اعمل عمود، تمام. وبعدين اتنين سلسلة، باخد الخيط وفي نفس المكان هنا بعمل عمود مكملش، وباجي هنا اعمل عمود مكملش، وباخدهم مع بعض في غرزة، اتنين سلسلة، اكمل الخيط والناحية التانية واقفلهم، واحد اتنين، ادخل هنا والناحية التانية واقفلهم، واحد اتنين، وهكذا ببدأ اعمل بالشكل ده،
واحد اتنين، بعمل عمود بالشكل ده، بعدين اتنين سلسلة، باخد الخيط على اتنين وبدخل تاني اعمل عمود بلفتين. بكده انا عملت الجزء دوت من السطر بتاعي، شايفينه اهو، والناحية التانية اهي، تمام. البروس في الجزء دوت، لسه السطر الجاي هنعمله. بنيجي بنطلع بالسلاسل، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة، وباخد الخيط وبدخل في الزاوية الاولانية هنا وبعمل تلاتة، واحد اتنين تلاتة، بعدين السلسلة باخد الخيط وبعمل في كل فراغ بعمل اتنين، واحد اتنين، سلسلة في كل فراغ بعمل واحد اتنين، سلسلة في كل فراغ بعمل واحد اتنين، سلسلة واحد اتنين، سلسلة واحد اتنين، سلسلة، وباجي هنا في النص في بين الحرف في ده وبعمل تلاتة عمود، تلاتة تلاتة سلسلة، تلاتة عمود تاني في نفس المكان، تلاتة سلسلة، وبدخل بكرر اللي انا كنت بشتغله الناحية التانية، اتنين عمود سلسلة، سلسلة عمود، سلسلة هنا عمود، سلسلة هنا عمود، سلسلة، وباجي هنا وبعمل اتنين عمود وواحد تالت كمان، وبعدين سلسلة، وباخد الخيط على اتنين وبعمل عمود بلفتين. ادي الشكل بتاعي زي ما انتوا شايفين، تمام. بصوا اهو الرسمة بتاعتي، وادي الناحية التانية فيها الشغل باين، تمام. باجي المرحلة اللي وراها، تمام. بطلع بالسلاسل، خمسة، واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة، ولف الخيط وبدخل في الفراغ ده وبعمل اتنين عمود اللي هي السلسلة دي، وبعدين باخد سلسلة وباخد الخيط وأسيب عمود، والعمود اللي وراه بعمل عمود أمامي بالشكل ده، برد أمامي، تمام. بشتغله من تحت كده العمود، وبعدين سلسلة، باخد الخيط وبشتغل العمود اللي وراه، برد أمامي بالشكل ده، سلسلة، باخد الخيط والغرزة اللي وراها كده، سلسلة في كل الاتنين دول اللي انا اشتغلتهم من تحت، بشتغلهم اتنين سلسلة، اتنين ايه، بريد بالشكل ده، سلسلة،
الاتنين بشتغلهم سلسلة، وباجي هنا على التلاتة اللي في النص بشتغل الاتنين دول، وبعدين سلسلة، وفي النص هنا بطلع بعمل اتنين، واحد اتنين تلات سلاسل، بعمل في نفس المكان اتنين تاني وسلسلة، وبسيب غرزة وبدخل في الغرزة التانية العمود وأعمل الرسمة بتاعتي بريد أمامي سلسلة، واشتغل على الجانب التاني من المثلث. تمام، هكمل انا. وصلت للاخر وعملت سلسلة، وجيت هنا في الركن دوت اللي هو في بداية المثلث، وعملت اتنين عمود سلسلة، باخد الخيط على اتنين وبدخل اعمل اتنين عمود. تمام، ادي برضو الشكل بتاعي من الناحية دي ومن الناحية التانية. شايفين بقى البروز باين ازاي؟ كل لبسين واحد اتنين تلاتة اربعة، كل اربع خطوات يبان معاكي، في الخمسة يبان معاكي ايه البروز بتاع البريد الامامي لما بيتعمل بيبان بالشكل ده زي ما انتوا شايفين. ببدأ انا في الخطوة دي بعمل ايه؟ بعمل الجزء اللي هو السلاسل اللي انا عملته هنا، ببدأ اعيده تاني واعمله. تمام، انا كده وضحت لكم الفكرة، وفي الاخر بتيجي النتيجة بتاعتك بالشكل ده. شايفين؟ بصوا البروز بتاعي باين ازاي وواضح معاكي في الشال. بصوا اهو بالشكل ده، منتهى الجمال وشياكة ورقيق جدا. كمان الالوان اللي انا حطها لكم في الصورة بتاعة الشال هي صورة من النت، فانا حطتها علشان تشوفوا الالوان ممكن ما تيجي تعملي بيها الشكل المفرش هيبقى عامل ازاي لو جبتي الوان مختلفة واشكال مختلفة من الخيط، بيبقى بتدي بيفرق معاكي اللون ودرجات الالوان في الشال بتفرق معاكي. ان شاء الله نكون استمتعنا مع بعض في فيديو النهارده واستفدنا بفكره جديده. اكون ان شاء الله قدرت اوصل لكم الفكره بطريقه صحيحه وسليمه وحبيتوها. شكرا لكم جدا والى اللقاء، ويا ريت مع بعضينا نديني فكره عن رأيك في التعليقات، بقى سعيدة جدا حتى ولو ده كان نقد. انا بعتبر النقد ده بيكون في اطار الشغل بتاعنا، يعني في اطار الكروشيه. انا بقى سعيدة جدا وبحاول قد ما اقدر ان انا انفذ لكم طلباتكم او الانتقادات بتاعتكم لما اكون يعني موجودة لصالح العام وللشغل ان يكون احسن. فانا ببقى سعيده جدا 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 ان انتوا بتبقوا مرايتي، اخواتي وبناتي، مرايتي اللي بتشوف لو في حاجه خطا انا مش شايفاها قوليها لي. ببقى سعيده جدا بيك والله، وببقى فرحانه ان في تجاوب منكم، وحتى ولو نقد او ايجابي ببقى سعيده جدا، ده بيسعدني وبيشرفني ان انتوا موجودين معايا وبتتابعوا وبتنقدوا وبتقولوا لي لا دي ما تنفعش، لا دي تنفع، لا الخلفيه مش حلوه اعمليها كذا. ببقى سعيده جدا بيك والله. ان شاء الله ربنا يكرمكم ويبارك فيكم كلكم ويخليكم ليا، ودايما مع بعض باذن الله يلاقي ربنا ياخد وديعته. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.